السلام عليكم الخوت الخواتات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم غنخدم لكم ثلاث درايسات وغنديروا فيهم معونه من الوسط، وغنوريكم الطريقه كيفاش تخدموها بالسقلي. الطريقه كما تشاهدوا معايا طريقه رائعه ممتازه. ومرحبا مرحبا، غبنا عليكم شحال هادي ودابا رجعنا ماشي ظروف، والحمد لله حنا رجعنا دابا نوريكم الخدمه كي دايره. ومرحبا ومرحبا، الطريقه كما تشاهدوا معايا للمبتدئين، مرحبا بالجميع. الطريقه كما تشاهدوا معايا تنضربوا واحد عوينه، تنضربوا على جوج ضريبات باش تم غادي هي ديك ناضيه مصوبه. الطريقه هي ديك كما تشاهدوا معايا، تنبعدوا واحد شويه وتنتموا غادي نديروا درايسات وتنبعدوا. وهي هذه الطريقه كما تشاهدوا معايا، هما تنديرهم بالسقلي بالدريس بالسقلي. الطريقه كما تشاهدوا معايا، ونحول المقطاف ونتمو غاديين كذلك ثلاث العوينات، وحده صغيره الاولى صغيره والثانيه كبيره والثالثه صغيره، يعني يكونوا الوسطانيه اللي غتكون كبيره شويه باش يكون يجي الضرس واقف شويه ويجي واقف مزيان وبين مزيان. يعني ما نديروش عوينات صغار بثلاثه، يعني الا درناهم صغار ما غيبانش الضرس. شنو هو المشكل؟ يعني العوينه الوسطانيه هي اللي خاصها تكون كبيره، والاولى تكون صغيره، الثانيه كبيره، الثالثه صغيره، يعني جوج صغار وحده كبيره وسط منهم. والطريقه راه سهله، ها هي الطريقه، ونوركم كيفاش غتغطوا الضرس. ونتمنى هادشي يفيدكم، ومرحبا وتشاركوا معايا في القناه، يعني تابونا معايا في القناه، وغيجيكم كل مره غتجيكم جديد ان شاء الله، وغنوريكم بزاف د الحوايج ان شاء الله. الطريقه هي هذه كما تشاهدوا معايا، ديما المخطف نبدلوه والضرس يتم غادي زوين بالسقلي ولون واحد بالصم مزيان، يعني الصم لون واحد في القفطان تيجي ممتاز رائع. ونتمنى هادشي يكون ساهل ويعجبكم وتخدموا بحالو ان شاء الله. الطريقه قلت لكم كيفاش ديروا، غنوريكم من بعد كيفاش تغطوا ان شاء الله الدرس، غنوريكم كيفاش تغطوا الدرس ان شاء الله. الرحمن الرحيم، الطريقه هي هادي غاديه ناضيه مريقله. والطريقه ديال باش نغطوا الدرس انا نوري لكم دابا قرب نتالي، وندوز المرحله ديال التغطيه ديال الدرس. ومرحبا بكل شيء اللي بغى يخدم، مرحبا. قناه الافكار والابداع والتميز تجيكم ديما بالجديد، وكل مره اجيكم بالجديد ان شاء الله. ومرحبا مرحبا مرحبا بكم، والله يرفع لنا هذا الوباء يا ربي ويرحم جميع المسلمين. ما يرفع لنا هذا الوباء يا ربي وترجع المياه لمجاريها ان شاء الله. ونوريكم ان شاء الله الطريقه ديال التغطيه ديال الضرس، راه تجي معتبره رائعه. الدريس لون واحد تيجي زوين، الضرس لون واحد تيجي زوين. انا قربت نكمل وغندوز المرحله ديال التغطيه ديال الضرس ان شاء الله. والقفطان ديال زوين، الطريقه ديال التغطيه هي هذه كما تشاهدوا معايا، طرات فوق شي مزيان. والتغطيه هي هذه، هي عفوا تقطع لي الخيط، نرجعو نضربو جوج ضربات في العين، ومن بعد غنجي لهداك الوسط ديال الضرس غندير عوينه الوسط. لاحظوا معايا، انا غطيت الاولى وغنجي الوسط وغندير عوينه، غنجي الوسط غندير عوينه ان شاء الله. لاحظوا معايا مزيان، انت نفينو هادشي بعدا باش ما يبقاش يشد لنا الخيط. وهانتو لاحظوا معايا، عفوا ترجع عوينه الوسط كما تشاهدوا معايا، غنديرو عوينه ما بين هاد الدرسات اللي غطينا. ها هي عوينه، ها هي الاولى، ها هي عوينه الوسطهم. غنعاود نغطي ثاني هاد ثلاث العيون
ملي نغطيهم نجي الوسط ما بين ثلاثه العيون وثلاثه العيون غندير عوينه كما تلاحظوا معايا. هاي هاي غاديه دريسه درس معتبر رائع ممتاز. غندير عوينه ثاني ما بين راك الدرس. لاحظوا معايا ها هي انا غطيت الدرسه وغنزيد عوينه حدا داك ثلاثه الدرسه كذلك بحال هكا. من بعد غنغطي ونتم غادي حتى غنكمل الكوميم ديالي. من بعد دوز المرحله ديال الكول حتى هي غديروا لها نفس الطريقه ونفس الخدمه حتى هي التمو غادي معها. يعني هادشي راه زوين ومعتبر. ومرحبا بكم. مرحبا مرحبا والف مرحبا. ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله. فرجه ممتعه للجميع. Thank you.